ووصلنا لمساحة جديدة من مساحاتنا الصباحية، ودائما العمل التطوعي شيء أساسي ضمن صباحنا يا طبعا حل. وتساؤلات كثيرة يا رشا أطلقها فريق مجد التطوعي 2020، ومن بين هي التساؤلات ماذا لو توسع المزارعون بزراعتهم وتنوعت ودعمت؟ ماذا لو زرع كل منكم شجرة أمام منزله أو في شرفته؟ ماذا لو لم نرمي القمامة في البحار والحدائق وأوقفنا تصريف الصرف الصحي إلى الأنهار؟ ماذا لو وضعنا علب المياه وما تبقى من الطعام للطيور وقطط الأحياء ولم نسمم الكلاب الشاردة؟ العديد من التساؤلات المهمة يا رشا. أكيد خلينا نقول العديد من الشعارات، وهي مبادئ يعني قبل ما تكون تطلقها فريق مجد لليوم مفروض نحن نكون مآمنين فيها بشكل كتير صحيح، ومفروض البيئة اللي نحن عم نعيشها تخلينا نآمن أنه هدول واجبنا وهدول حق الشيء اللي عم يكون حوالينا. طبعا خلينا نقول انه كلنا بنمر بظروف ما بتكون سهله يعني بشكل عام، يعني دائما في صعوبات ودائما في اشكاليات بحياتنا، وهذا الشيء ما بيعني انه احنا نتنازل عن موضوع الرفق، على موضوع المحبه، الموده بيننا وبين كل الناس اللي حوالينا، ان كان من بشر، ان كان من كائنات، ان كان من النباتات. دائما احنا بنعرف انه أجمل طريق إلى الله وإلى الخير هو الحب، اللي مفروض نحن نعطيه من أنفسنا لكل الناس اللي حوالينا. رح نحكي أكثر عن مجد 2020، رح نحكي أكثر عن هي الشعارات الجميلة، رح نحكي أكثر عن النشاطات ل 2023. وأكيد بصرنا نرحب لليوم خلينا نقول للآنسة غالية الطباع مؤسس فريق مجد التطوعي، وبدي أول شيء صبح عليك مجد. صباح اليوم شردنا هيك شوي بالشعارات اللي شكرا كثير عم تقدم الحلوة كتير. فعلا يعني تساؤلات حقيقية كانت. أيضا بدي رحب بالأستاذ إبراهيم رشيد، حضرتك مسؤول إداري بالفريق، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا نورتونا. أهلا وسهلا فيكم غالية. خلينا هيك بالبداية قبل ما نفوت بالفعاليات والنشاطات والحملات اللي عم تقوموا فيها، نتعرف بشكل عام عن فريق مجد التطوعي 2020. مجد 2020 خليني أقول هو بصراحة يعني لو انه هلا هو اكبر من يعني مو اكبر من هالفكره، بس هو يعني صار شغله كثير حلوه مرتبطه بناس ثانيين. سميته على اسم والدتي، اسمها مجد. مجد نيازي توفت بسرطان الرئه، فيعني بتعرفي دائما الشجر هو الاكسجين، هو الامل، هو فعلا مجد للبلاد اللي بيكون كلها شجر اخضر، في يعني في طاقة إيجابية، في أمل، في شغلات حلوة. فسمينا الفريق مجد، وحبينا نزرع عن طريقه شجر يكون فريق بيئي، وتقريبا من أوائل الفرق التطوعية البيئية بسوريا. وحلمنا نزرع 1,000,000 شجرة بسوريا، حلم رمزي مثل ما أنتوا قلتوا بالمقدمة، يعني لازم كل مواطن سوري يكون له شجرة، يعني فوق 22,000,000 شجرة، بس نقول إنه إن شاء الله يعني نقدر هيك. إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم ألف عافية. اليوم ذكرت 1,000,000 شجرة، يعني اليوم وصلتوا لرقم أو لسه شو؟ وصلنا إبراهيم 56,057. وصلنا لل 57,000 شجرة، اعتبرهم واحد. يعني بدنا نضيف عليهم اللي اشتغلنا عليهم سابقا، حاليا يعني ان شاء الله بمعرض الزهور. بمعرض الزهور اشتغلنا شيء 600 شجرة، فبدا يتم اضافتهم، ولبعض الاشجار كمان كنا مشاركين فيهم بالحدائق من جديد بشوارع دمشق. يعطيكم العافية. غالية خلينا نوضح اليوم كيف عم تكون آلية العمل اليوم ضمن فريق مجد. يعني انه نحن بنحط مشاريع كل فتره، عندكم خطط معينه بتمشوا عليها؟ تماما. ونحن كثير يعني بفريقنا بنسمع اي حدا بالفريق عنده اي مشروع، اي فكره، كل الفريق بيدعمه. يعني عندنا اوكي اداريين، بس نفس الوقت ما عندنا انه قصه تبع اداري وهيك، يعني اي اصغر واحد بالفريق عنده فكره حلوه كلاتنا بنلحقه وبندعمه لحتى نحقق له اياها، طالما هي يعني كمان مثل ما كنا عم نحكي، نحن بنزرع بالارض وبنزرع بالانسان. لما ما يكون موسم زراعه لا بنلحق اعمال تطوعيه انسانيه. لو عم تعملها جمعيات ثانيه، لو هي مجرد افكار عند شبابنا، بنروح معهم وبنحاول نحقق لهم اياها. فآليات العمل يعني
تنبع من افكار فريقنا، وعن جد فريقنا مبدعين ما شاء الله. يعطيكم العافيه. ابراهيم، التقينا بمعرض الزهور وكان في تنوع بالاجنحه اللي كانت موجوده، ان كان بانواع الازهار، يعني كان في اليوم شيء ميز معرض الزهور عن السنوات السابقه. اليوم رح نشوف هذا التميز من رؤيه فريق مجد التطوعي. اليوم كيف شفتوه؟ خلينا نحكي اليوم عن التفاعل معكم. يمكن وقت التقينا يعني كنا عم نحكي انه اليوم تواجدكم ضمن معرض الزهور، وانتم اليوم يعني حدا تطوعي، يمكن اي حدا يسمع بوجودكم يقول انه ليش، يعني خبرنا اكثر. هو للصراحه في كثير اشخاص يعني كانوا يزوروا جناحنا فيستغربوا من فكرتنا على تواجدنا، انه نحن ما لنا موجودين هون لا لنبيع ولا حتى نستعرض الشيء اللي عنا. نحن كان تواجدنا كرمال نوصل رسالتنا يلي هي نخبر العالم على الزراعه، نشجعهم على الزراعه، ومشان نوصل للمليون الشجره يلي نحن بدينا فيها. فنحن يعني كانت مشاركتنا ضمن معرض الزهور على هذا الأساس، وكان التفاعل كتير كبير على قد ما الناس كانوا مستغربين على الفكرة هي على قد ما حبوها. وحكيت لك التفاعل كان كتير كبير، ولقينا 600 شجرة، يعني مشكورين كل الأشخاص اللي ساعدونا بهذا الشيء. وأصدقائنا يعني كل اللي حوالينا صاروا يزورونا ويدخلوا المعرض، فكرته حلوة. كان حتى عنا ضمن المعرض شيء اسمه شجرة الأمنيات، نحنا كنا حاطينه كرمال كل شخص يحط أمنيته، ونحنا إذا كان من إنه ممكن نحنا نساعده أو نقدم نحقق له الأمنية ما نقصر بهذا الشيء. فإن شاء الله تكون. شو كان أكثر الأمنيات مجد قبل ما ترجع هايتي لعندك؟ في كان عامل إبراهيم شغلة إنه كل حدا اسمه مجد بيربح عنا شجرة. فالمهم إجا صبي صغير اسمه مجد مع والدته وحاطت سماعة وحط أمنية، نحن ما انتبهنا، بس بعد ما مشي شوي طلعنا حاطت إنه بتمنى ارجع اسمع مثل اي طفل. فاكتشفنا ندهنا له للست وهيك، قال انا هن لا طالبين مساعده ولا شيء، هن متاقلمين مع الوضع لانه العمليه بتكلف فوق يعني ال 500 مليون ليره سوري، وهي انه بدهم يشقوا له راسه لمجد ويزرعوا له حلزونيه جوات لهذا. فيعني نحن عن طريق فريق مجد حاولنا، اخذنا رقمه قلنا حالا بنحاول ما بنعرف. فهلا يعني قالوا لنا على كم جمعيه، جمعيه امال في كم شغله، قالوا حاكون وشوفوا يعني ان شاء الله بركي نقدر نعمل هيك. فكانت هي الامنيه مأثرة فينا، يعني في امنيات بدهم لابتوب وبدهم بسكليته بس تطلعي. والغالية يعني شو اللي بيميز اليوم معرض الزهور عن السنوات الماضيه؟ بيميزه انه فيه فريق مجد. يعني صراحه اول مشاركه، لانه احكي لنا عن تجربتكم الجديده. على فكرة مشاركة يعني أنا ما كنت متوقعة، يعني كنت أسمع أنه بصير معرض الزهور بسوريا، ويمكن هي النسخة 46 منه وبيشاركوا ناس من دول برا وهيك، بس أول مرة نحن فعلا بنشارك فيه اندهشت بكمية الطاقة الإيجابية الحلوة، قديش في عنا مشاتل، اندهشت أنه في سيدات، سيدة هي صاحبة المشتل، يعني مو مشتل أبوها أو أخوها أو عمها، لا مشتلة هي جاية مشروع بحضرتها. استغربت الجناح الدولي الحلو كتير، يعني في كلاتهم في عندهم ممثلين مثلا، الا العراق كانوا موجودين كل يوم، امانه بغداد ومشاتل خاصه من عندهم يمكن الدهلكي، قد ايه كانوا لطيفين كل يوم يقدموا لنا مثلا لجناحنا، شافونا نحن بيدعمونا مشاتل كمان، مشتل بيحبنا كتير، يعني ما عاد يقول اسمه زهره الشام مو دعاية، يعني هو بس انه ما بيهمون هن دعاية، لانه هن عن جد بلا اي سبب بتلاقي بيساعدوا. لا اكيد لهذا. اليوم نحن فخورين بكل حدا اليوم كان موجود بالمعرض، يعني عم يشتغل على الارض، عم يجوا عنا يعطونا يهدونا انه ممكن تهدوا العالم ياسمين، ممكن تهدوا العالم لافندر، انتم فريقكم كل حدا بده يتطوع معكم بالفريق. لقينا الجناح العراقي قال بحاجة الوان، كل خمس دقائق ينزلنا 100 قصيص ورد ملون ونحن نهديها هيك للعالم، يعني كانت طاقة كثير حلوة. يلي عم يهدي عسال، يلي عم يهدي يعني مهن يدوية فخار شغلات، كان معرض يعني ما حأنسى بحياتي قديش كان شيء عن جد كتير مميز وحلو. أكيد اليوم حلوة، اليوم نحن نرجع نجدد شيء بأنفسنا وبأرواحنا، نحن بحاجة اليوم نحمله معنا للأيام القادمة تعويض للشيء اللي راح. إبراهيم تندهشي قديه كتار السوريين صحيح. اللي بيحبوا الأخضر، يعني رغم الظروف الاقتصادية ورغم كل شيء فوق بعضهم العالم بالمعرض، وما في حدا طالع إلا معه وردة معه شجرة معه كذا، يعني العالم بيقدروا العرق الأخضر بسوريا قدروا هذا الشيء. رايد خلينا نرجع لعندك شوي ونحكي اليوم عن فريقكم، عن مشاريعكم المستقبليه. اليوم شو عم تحضروا؟ حكينا عن المليون شجره، عن 600 شجره اللي انزرعت، اليوم شو في لبكره؟
هلا ان شاء الله بالفتره القادمه حيكون في عده مجالات اكيد زراعيه، بس يعني حيكون في نشاطات ثانيه غير الزراعه. حاليا بهي الفتره حنضوي اكثر على الزراعه كونه كان في تقصير السنه الماضيه، ففي تعاون هلا ان شاء الله بيننا وبين وزاره السياحه، وتعاون بين محافظه دمشق باعاده تاهيل حدائق يلي هي المراه بكل بالمحافظه دمشق ولا ان كان بريف دمشق. حنحاول نغطي اكبر عدد بالمساحه الخضراء يعني بالمجالات. مثل ما بنعرف بالفتره القادمه صار كثير في عنا بالمناخ الجوي يعني احتباس بالحراره او هيك شيء، صرنا فصلين يعني سوريا معروفه باربع فصول، مشهوره بانها هي اربع فصول، حاليا عم نصير فصلين، فيعني ان شاء الله بدنا نحاول ان شاء الله نرجع الاكسجين لسوريا ونرجع أربع فصول. بهمتكم أكيد وبهمة طاقة الشباب اليوم نحن قادرين نعمل شيء لبكرة، فخليكم بهي الطاقة وهذا الإصرار أنه نعمل شيء إيجابي ليومنا أكيد للغد. أكيد غالية، يعني بعيدا عن المعرض الزهور خلينا نحكي وين عم تزرعوا اليوم شجر، شو الأماكن، شو الحدائق يلي عم تعتمدوا عليها؟ هلا مبدئيا في حديقة يعني بالشيخ سعد، نحن هاي اللي مستلمين هلا تأهيلها مع مديرية حدائق دمشق والمحافظة، عم نحاول بعدها نخلص نروح حديقة تانية باسم نزار أباني، بس مو محطوط فيها تمثال لنزار أباني، عم نحاول نحط فيها تمثال لنزار أباني كمان. عم نحاول نكثر التوعية بالمدارس، وكمان عنا تعاون مع مديريات غرف الزراعة كمان هلأ لنزرع بالزبداني بدل كمان الشجر يلي راح. عم نشيك على شجراتنا القديمة طارعة لنا هديك المرة، في نتائج إيجابية من 2020 شجرات زارعينهم على طريق مضايا، كنا لما مرقنا هلا من فتره شفناهم كلهم طالعين، يعني كان شعور بجنن انه نحن مجرد شتلات كانوا تشوفيهم كبروا، وكل شجره نحن حاطين عليها امنيه حاطينا باسم حدا. كمان نرجع نشجع انه كل حدا مثلا بعيد الشر له حدا متوفي يزرع على روحه شجره، كل ذره اكسجين ان شاء الله يعني بترجع له بالخير. كل حدا مثلا له ابن مسافر، عنده حبيبه بيحبها مثلا عيد الحب، عيد ميلاد حدا بتحبيه، دائما انه زرعوا بدال شجر، وكل ما سقيتوا هالشجره وكل ما اهتميتوا فيها هذا الحب وهذا يعني بيكون حقيقي. هو بالنهايه عطاء مردود اليوم غاليه، يعني عم تعطي وانت عم ترجعي تاخذي هي الصحه والايجابيه. اليوم حكيتي عن التعاون، وقت نقول تعاون ابراهيم بنقول في تشويق اليوم بين فريقكم وبين بجوز مؤسسات اخرى، خلينا نحكي عن التشبيك، عن التسهيلات المقدمه من محافظه دمشق، خلينا نقول من وزاره السياحه الزراعه، اليوم عم تشتغلوا شيء يعني بخصوص الزراعه معهم؟ فعلا معهن. فعلا متساعدين مع محافظه دمشق مديريه الحدائق. كثير كان في تعاون، يعني ما كان في تقصير ابدا من المحافظه وحتى من مديريه الحدائق، في تعاون كثير كبير، يعني هن بفضلوا انه مشاركه المجتمع المحلي او حتى الفرق والمؤسسات التطوعيه بهي الاعمال، فحتى لاحظنا عده تشاركات بالمجتمع المحلي يعني من بجانب الحديقه، كان في كثير تعاون وتشاركيه، فنحن بنامل انه يضل هذا التعاون هيك. عم يجوا يسقوا، عرفت يعني الناس بدها اصحاب البيوت عم يعني يقول نحن بنهتم فيها بس ازرعوا لنا انه حوالين بيتنا وهي، فيعني لا فعلا مثل ما عم تقول في كثير عم بنلاحظ، بس يعني بعض المعوقات بسبب المي، يعني في كثير اماكن نحن بنرغب انه فعلا نعملها ونرجعها خضراء بس ما عم نحسن كرمال المي، فانه يعني بنطلب منهم بس موضوع تسهيل توفير المياه حتى نحن نحسن نكمل العمل بهذا الشيء. ان شاء الله بيوصل صوتكم اليوم. ومعلش بالختام بس هيك عندنا طلبين عن طريق الاخباريه، عن طريق الصعوبات اللي دائما انتم بنهايه كل مقابله بنحكي فيها، لا اليوم حقكم، اليوم انتم عم تعطوا حقكم اليوم يكون في دعم لكم وحلول لجزء يعني ولا جزء. احنا مو بس عندنا حلمين صغار انه يعني هدول اللي عم نحاول انه عن طريقكم كمان جسر الرئيس قديش انه بتحسيه كتله باطونيه، تخيلي لو في عليه هدول النباتات اللي بتطلع عليه او اللي بتنزل كلها تصير اخضر كانك عم تمرقي تحت جنه، هي الطلب الاول. ثاني شغله انه نرجع نركز على قاسيون مره ثانيه نقدر نسقي من فوق النباتات يلي كمان بتنزل مثل مخلب القط او مثل المداده، حتى لو هي شغلات صخريه فينا نعملها اذا قدرنا نسقيها من فوق او اذا حتى من تحت مخلب القط ويطلع لفوق عليها، فبس الطلبين. هنن طلبات حق بالنهايه هاي صح؟ تمام انت لاني موافقين معنا كل يوم الجميع.
يعني اليوم غالية كيف عم يتم توعية الناس بالحفاظ على البيئة بزراعة الشجر، إن كانت التوعية عبر السوشيال ميديا أو على أرض الواقع، شو عم تعتمدوا أكثر؟ السوشيال ميديا، أرض الواقع، عن طريق قناة الإخبارية، عن طريق أنه أنا إعلامية كمان، كل شيء بنقدر عليه. بتخيل يعني صار في شوية وعي أصلاً عن شعبنا وموجودة، بتعرفي لأنه السوريين زراعتهم بالجينات، يعني إحنا أول مين زرع بالعالم كلاته، فبتخيل عندهم شوية تقدير لهالشي. لكن للأسف يعني في شغلات احيانا، مثلا رمي الاوساخ بالطريق مثلا، هدول الشغلات بتحسي مثلا في شويه تقصير، انه اصلا ما في، مو موجود حاويات قمامه، بتمشي شارع كامل انت ماسكه الشغله، فيعني لطفا منك بتضلي حاولي ما تزتيها بالشارع، بس في كثير عالم بزتوها. هيك شغلات بتخيل يعني في ثقافه افضل يعني بهدول القصص. يفضل المدارس للاطفال، يعني حتى الاهتمام مو بس بالشجر، حتى بالحيوانات الاليفه، حتى بكذا. هذا اذا الاشجار والحيوانات الاليفه بخير، فانت ببلد اكيد الانسان فيها بخير. لازم يكون في مساحه بمناهجهم للتوعيه اكثر بالموضوع. أكيد. بدنا نشكر حضوركم لليوم ونتمنى لكم هيك التوفيق، ودائما مبادرات تكون بلون الخضار، دائما هذا لون السلام لأرواحنا، يعني هيك بنشعر فيه بأنه عن جد اليوم احنا مرتاحين. كان نظر للعين اليوم بيريحك هذا اللون، فكيف اليوم إذا هيك تجولنا وشفنا اليوم هاي البيئة مليانة بهذا اللون، أكيد شيء إيجابي. شكرا لك غالية لحضورك. شكرا إبراهيم، وأكيد تحياتنا من خلالكم لكل فريق مجد التطوعي. شكرا لحضرتكم، يعطيكم العافية، كل التوفيق لكم. صباح الفل، أهلا وسهلا.